بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أصحاب السعادة أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني الترحيب بكم جميعا في بلدكم الثاني قطر، وأود في البداية أن أعرب عن سعادتي باستضافة اجتماع الجمعية العمومية السنوية 78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي. كما يشرفني أن أتوجه بهذه الكلمة إلى هذا الجمع الكريم، مؤكداً لكم التزام دولة قطر بدورها الراسخ تجاه قطاع الطيران، حيث تعمل كل من وزارة المواصلات والهيئة العامة للطيران المدني بشكل وثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو لدعم رؤيتها المتعلقة بالنمو المستدام ومهمتها المتمثلة في العمل بوصفها المنتدى العالمي للطيران المدني. كما نؤكد لكم أيضاً التزامنا الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع قطاع الطيران بهدف دعم النهوض بالطيران التجاري على مستوى العالم. لقد بذلت دولة قطر جهود حثيثة للنهوض في قطاع المواصلات ولا سيما قطاع الطيران، حيث تمتلك دولة قطر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي، وأفضل شركة طيران في العالم الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى ميناء حمد الذي هو منارة في عالم الموانئ، فضلاً عن امتلاك أكبر أسطول حافلات كهربائية للنقل العام، بما يعزز من موقع دولة قطر كرائدة في مجال النقل الجماعي بالطاقة النظيفة. وإدراكاً منا لأهمية الدور العالمي الذي يلعبه الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا، فهو يعد ركيزة أساسية لمجتمع الطيران الدولي، ويساهم في توجيه قطاع الطيران في توحيد العالم بأسره من خلال النقل الجوي الآمن والفعال والمستدام. لذا فإننا سعداء جداً باستضافة هذا الحشد من القادة وصناع القرار في قطاع الطيران في العالم، وأنه لمن دواعي سرورنا مواصلة العمل كشركاء، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المعقدة بطبيعتها التي تواجه شركات الطيران، والتي تتطلب بلا شك نهجاً تعاونياً للتوصل إلى حلول حقيقية ودائمة. ومع استمرار التعافي من آثار جائحة كوفيد على الصعيد العالمي، فأن هذا الاجتماع يعد فرصة استثنائية لمناقشة الوضع الحالي والتحديات المستقبلية ومواجهتها، لا سيما التركيز على مواضيع الاستدامة وكيفية المضي قدماً بالالتزام للتوصل إلى معالجة انبعاثات الكربون حتى يصل إلى صفر بحلول العام 2050. وفي الوقت الذي يواجه فيه قطاع الطيران بما فيه شركة الطيران ومصنعين الطائرات والهيئات التنظيمية والمطارات ومقدمين خدمات الملاحة الجوية وغيرهم من التحديات، فإنه يتعين علينا إيجاد أساليب ناجعة للإبداع والابتكار، والأهم من ذلك التعاون الوثيق المثمر. وختاماً، أجدد ترحيبي بكم في دولة قطر البلد المستضيف لبطولة كأس العالم 2022، متطلعين إلى تقديم حدث عالمي مبهر متميز بكل المقاييس. كما أضيف بأن دولة قطر على أهبة الاستعداد للترحيب بضيوفها الكرام من المشجعين والمهتمين بكرة القدم من كافة أنحاء العالم خلال استضافة مونديال فيفا قطر 2022. أرجو أن تكون هذه الدعوة لكم جميعاً لزيارتنا لحضور هذا الحدث العالمي الاستثنائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.